هبة، هل قرأت هذه القصة؟ نعم. ما هو عنوانها؟ السلحفاة والصديق الجديد. نعم. وشخصية هذه القصة؟ البنفسجية وفوفو. نعم. ابدأي. في يوم من الأيام الأحد، قررت السلحفاة زيارة أصدقائها الذي يسكنون جميعا على ضفة البحيرة لتشاركهم لعبة كرة القدم. فلما وصلت رأت أرنبا يجلس وحيدا ويراقب المباراة باهتمام. قالت له البنفسجية: أنت أيها الأرنب الصغير، ما اسمك؟ قال الأرنب بصوت مرتبك: اسمي فوفو. قالت له البنفسجية: تبدو حزينا يا فوفو، هيا لتلعب معنا كرة القدم. قال فوفو: لا أريد أن ألعب معكم لأنكم قد تسخرون مني. لماذا سيسخرون منه؟ لأنه يفأفئ. ما معنى يفأفئ؟ لا يستطيع نطق الكلمات. كيف؟ مسترسلة. نعم. ماذا قالت له؟ قالت له البنفسجية: أنا متأكدة أنك تحسن شيئا ما. نعم. ما هو هذا الشيء الذي يحسنه؟ أن يغني أغاني جميلة. نعم. هل غناها؟ نعم. عندما غنى أغنية جميلة، ماذا قالت له البنفسجية؟ قالت له البنفسجية: نعم، إن صوتك جميل يا فوفو، فإنك لا تفأفئ. نعم. إذن لا يفأفئ عندما يغني. وماذا فعل الأصدقاء عندما سمعوه؟ قال الأصدقاء: سامحنا يا فوفو، نعيدك بألا نسخر منك عندما تتكلم. نعم. إذن عندما سمعوه يغني توقفوا اللعب بالكرة. نعم. وقالوا: سامحنا يا فوفو، نعيدك بألا نسخر منك عندما تتكلم. نعم. جيد. ماذا نستفيد من هذه القصة؟ ألا نسخر من أصدقائنا. نعم. إذن السخرية عمل. هل هو جيد؟ عمل جيد؟ لا. نعم. حسن جدا.